أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والاستثنائي من للنقاش. للنقاش يهتم بكل ما هو على الساحة الوطنية والمشهد السياسي في تونس في هذه الآونة. اليوم للنقاش حطينا عدة أسئلة وطرحنا العديد من الأسئلة، هي تونس والإرهاب إلى أين؟ تونس لماذا في هذا الوقت يكون هناك اعتداء صارخ على أولاد الوطن العزيز؟ لماذا في هذا الوقت؟ لماذا قبل الحوار الوطني أو تزامنا مع الحوار الوطني ولم الفرقاء السياسيين؟ هل هي أجندة خارجية؟ لماذا استهداف صفوف الأمنيين بالذات في هذه الآونة؟ كل هذا إن شاء الله الليلة في للنقاش مع ضيفي. السيد محمد الخلفي، أهلا وسهلا بك، ناشط مدني وسياسي وناطق رسمي باسم القصبة 1 و2 و3 في صفاقس، أهلا وسهلا بك. شكرا. كذلك إلى جانبي السيد رضا بالحاج، ناطق رسمي باسم حزب التحرير، أهلا وسهلا بك سيدة. شكرا. ان شاء الله باش يكون عندنا مداخلات هاتفيه تخلل حصتنا اليوم للنقاش. قبل ما نبدا ونحكيو مع ضيفي، نحب نستدعاكم ونستدعى ضيفي باش تفرجوا في الفيديو اللي حضرناه على الامنيين الشرفاء اللي جاوا منذ يومين الى مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه بصفاقس اثر اصابتهم في سيدي علي بن عم. تفرجوا في الفيديو هذا يوم بعد نرجعوا نكملوا نقاشنا في حصتنا الليله. استقرت حالته الصحية وحان وقت مغادرته للمستشفى. هو البطل العريف أول مصطفى العلاقي الذي كان من بين رجالات الحرس الوطني في الكمين الغادر الذي نصب لهم في سيدي علي بن عون. وبعد يومين من الحادثة سمح له بالمغادرة، وكان في توديعه رئيس إقليم صفاقس للحرس الوطني وثلة من الأمنيين المعبرين بهذه اللفتة عن حجم التضحيات التي يقدمها أسلاك الأمن لحماية الوطن. خرجنا في مهمة واللي صار صار وكهو، وإحنا ندافع على تونس وعلى بلادنا وإن شاء الله تتكاتف الجهود بين الأمن والمواطن والعباد الكل باش نجموا نقاوموا هالظاهرة هذه. خرجوها من البلاد. حالتي لاباس مبدئيا الحمد لله يا ربي. نحب نشكر الإطار الطبي الكل والزملاء الكل واللي حاطة حتى متاع القنوات التلفزية والراديو والعباد المجتمع المدني والزملاء حرس الشرطة سجون المدير العام مواطنين الكل على الوقفة اللي وقفوها معانا واللفتة الباهية. ثلاثة حالة مستقرة، واحد خارج اليوم إن شاء الله، عنده جرح على مستوى الفخذ. مصطفى العلاقي لم يكن الوحيد من المصابين في هذه الجريمة النكراء. العريف أول إبراهيم العكريمي والوكيل رضا الفندوري اللذان تحسنت صحتهما وفي القريب العاجل سيغادران. أما العريف أول أحسن الدعاسي فهو لا يزال في الإنعاش رغم تمثل حالته إلى الشفاء. ربي يرحمهم شهدينا، ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم. وزوز الاخرين بالنسبه عنده كسر على مستوى اليد اليمنى، مش نزيدوه اليوم بونسمون سوزاجي ان شاء الله خاتمه بالبنج. وثالث كيف كيف مش قاعد مراقبه اليوم، ان شاء الله يخرج غدوه ان شاء الله. بالنسبه لنا في الانعاش فايق لاباس عليه ان شاء الله، وان شاء الله في حاله مستقره. قطره دم من اخواننا الامنيين راهي ايترا دم عنا نحن، رغم ذوكم خيانا. ورساله الى الشعب التونسي انه يعني تخلى على السياسه، سيب السياسه وقف على بلادك، اقف على بلادك، راهي بلادك. فاختر ان تو يعني في حاجه للمواطنين انه باش يساندوا الامنيين. على الاقل عوالنا من هضم يروا لهم، يروا به كشعب احنا هنا نارو، فما كاحزاب وكل شيء فما الدين، على الاقل يروا وضعيتهم. هذا صاحب الصغيرات يعلم به ربي يخرج من غير صدريه ولا هكذا، هذا زاد كيف يخرج فهمت من غير فما الدين، زاد كيف صدريه فهمت باش يحمي روحه، هذاك يعلم به ربي زاد كيف عازب فما الدين. فهمت يخدم على عائلة زادة، فهمت يخدم عنده أبوهم ويعلم بهم ربي زادة كيف. وأما عن الحادث فهو كمين جبل نصبه مجموعة من الإرهابيين قصد ضرب أمن تونس وسيادتها ودخول بها في حالة من الانفلات والفوضى، استشهد على إثرها 6 من الحرس الوطني الذين امتدت إليهم يد الغدر الآثمة. مدار مهجورة مش مهجورة، هذا معهد ثانوي حسب المعلومات متوقعين فيها سكان، مشينا انا اساس معنا منطقه دار اهل السكان وكل شيء، ما رانا انه كامين معنا تشبه صوره للباقي يوقع في سوريا مثل دار فيها حيط منقوب وفيها كل شيء، وعندنا شويه صوره تقرب لها شوي. وقعنا في كامين احنا حبتنا الكرام كل شيء على اساس باش نعيطوا على مول الدار نسهلوه، هذا يسموه تمش
لا ما حد لعب بدو تلقى من هناك تلاقى نار كثيف. هم في سط هم في سط الدار متمركزين ومخرجين سلاحاتهم ماك المواقع بتاعهم وبيضرب فينا بالكرتوش مقدم. من 12 ل 15 نعم لا عاديين مش وقت وجوههم لابدين هم تحت حيتهم تحت حيتهم شيء عاملين كالكاب مثل نفق نفس الصورة بتاع باقي وقع في سوريا بالنفق النفق يخرج من غادي يطلع من غادي اعتبرنا نحن ضربوا منه الاولاد الوالة اعتبرنا احنا بدينا نرجع في اطلاق النار كثرنا عليهم اطلاق النار وكل شيء يخرجونا من النفق خرجونا من بلاصة اخرى فهمني نحب نوجه رسالة شكر اول ما نبدا بسيد مدير العام امر حرس الوطني وبعد على اللي قام به وجانا وزارنا وبارك الله فيه هو اللي جو معاه كل من تونس كوادر نتاع الحرس الوطني وخاصة مدير إقليم حرس الوطني بصفاقس ورئيس منطقة حرس الوطني بصفاقس. المؤسستان الأمنية والعسكرية قدمتا أرواحا فدا لهذا الوطن العزيز في كل شبر من تراب تونس الذي ارتوى بدمهم الزكية، فتحية تقدير وعرفان بالجميل لكل الأبطال الذين استشهدوا في سبيل هذا الوطن. هذا كان التقرير للزميلة أمينة أميرة مقني قويعة وزميل طه عبد الهادي. الأمنيين في صفوف في الصفوف الأولى أو قبل ما نبدأ نحكيه على الأمنيين وعلى المصابين نقدموا بتعازينا الحارة لي أسرة الشهداء شهداء الوطن من أعمال الحرس الوطني وغيرهم حقا اللي قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. مش بدأوا مع سي رضا الفترة هذه الكل تقريبا منذ ثلاثة أشهر أو أكثر ونحن في صراع سياسي على الساحة السياسية ويتخلوا أيادي إرهابية اللي كلت الساحة بعمليات غادرة. الإرهاب وتونس الآن أصبحنا نتحدث عن الإرهاب وتونس إلى أين هذا السيناريو؟ من يقف وراء الجرائم الإرهابية الآن؟ نجم نتعرفوا بعد الكمين اللي أحكى عليه العون قال فما كمين كان جاتوا يعني جاتهم معلومات ومشاو يشوف كان هي منطقة مأهولة بالسكان لقاو فيها أشخاص في معاهم سلاح موجودين في الدار معناتها يمشي ويجي وفما ذخائر تكلموا على ذخائر من السلاح. نجموا نعرفوا توا من يقف وراء الإرهاب في تونس ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة. والله هذه تفاصيل يعني مكالمة منزل من بدأ بإطلاق النار إلى غير ذلك هي تفاصيل لواقعة ولكن الأهم هو السياق والمنهج والمرحلة والعنوان لهذه المرحلة. واضح أن هذه المرحلة هي مرحلة صراع دموي على السلطة بأتم معنى الكلمة. يدفع الناس من وقتهم من مالهم من دمهم أيضا ما يدفعوا منها لجهة تصنع الأحداث أو ما يسمى في السياسة خلق الوضعيات. خلق الوضعية يصبح رأس مال سياسي يمكن استثماره في فرض أجندة أو فرض ما يسمى بالستاتيكو والأمر الواقع. ولذلك المشهد يزم ننظروا له صحيح ما قدمتوه أنتم لازم يتورى ولازم يشوفوه الناس لكن نوسعوا الدائرة هذا خطر مأساة وهذوما ناس معناها عليهم ما عليهم يعني من ظلم ومنها من أذى لكن الدائرة لازم تكون أوسع ثم كواليس ثم مخفيات لابد أن توضع يعني في الصورة. شكون يضعها؟ الأصل فيه الجهة الأمنية والقضائية ولكن للأسف بعد الثورة ما ثماش جهة نافذة ذات شوكة ذات قرار هي اللي تأخذ المنصة الصلبة اللي منها تنطلق في فتح ملفات الفساد والتآمر والخيانات العظمى اللي تمارست على تونس علاقات بإسرائيل وسواها. المنصة هذه منصات كلها مسوسة ما نهشة
والجميع يتراشق يعني بكمية هائلة من الحقد، حتى هم على نفس المنصة التي يدعونها مشتركة هي الديمقراطية، يدعون بأنها هي الضامن وهي التي تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة. إذن نلاحظ بأن هناك وضعية تآمر، مش مع حتى في الداخل في الأجهزة نفسها هناك وضعية تآمرية، بمعنى البعض أراد أن يحدث في الأمن شرخا حتى يستعدي الأمن للقيام بعمل سياسي أو مقدمة لعمل سياسي أن يسير في اتجاه يعني وضعية سياسية تدعو لتغيير حكومة أو تغيير الوضع السياسي في البلاد أو ما إلى ذلك. وكذلك فعل مع الجيش حين استدرج لانقلاب نعرفه الجميع استنساخ لتجربة مصر، فك الوقت يعني للجميع حملوا كلمة تمرد، وفي بعض القنوات يعني دعوة صريحة للانقلاب، الانقلاب يقتضي جيش، الجيش دعي لهذا تلميحا، ولكن فيما بعد وقع يعني منها الذبح الشنيع الاستعراضي لمنها أعوان الجيش بطريقة شبيهة للطريقة المخابراتية الجزائرية متاع التسعينات استدراج. إذن ثم عمل يدبر. أنا نقول للجميع لابد الآن من تسليط الضوء، ولابد من درجة عالية من الجرأة، الجرأة عند الجميع عند الصادقين، أعني حتى على الأقل نطرح الأسئلة الحارقة حتى لا نجعل هذا الذي يلوذ بهذه الكواليس حتى نجعله مطمئنا، بل في وضعية توتر وملاحقة ومتابعة إعلامية في مرحلة أولى سياسية شعبية في انتظار أنها تكون فعلية حتى يقطع دابر هذا المكر اللي هو نأكد عنده مرحليات، وهذا جزء والأسف الشديد ما زالت أجزاء أخرى تنتظر. طيب إذا قلتم أدعو المرحلة هذه لازم الصادقين هما اللي يقولوا أو يطرحوا الأسئلة الجريئة، حسب تقديركم من هم الصادقون؟ على شكون نجموا نحكيه؟ والله الصادقون في هذه المرحلة الثورية أعني بهم الثوار، أعني بهم الذين يرغبون فعلا بالثورة وانتظروها عشرات السنين، والذين بالفعل يطلبون ثمارها خيرا لهذا البلد ولهذه الأمة، ويعتبرون أنهم في استحقاق تاريخي رائع جدا، وأن هذا الحدث وهذا المنعرج هي نعمة من عند الله لابد من تتويجها بذاتية الأمة، ذاتية الأمة وأمنها العقائدي وأمنها التشريعي وأمنها الواقعي بعد أن أصبحت يعني مفتكة ومختطفة. إذن موجودين كثر بتسميات مختلفة أفراد وجهات جمعياتية وغيرها وحزبية يعني، لكن والأسف احنا نكتفي بأن نوشوشوا بأن نذمروا بأن نهمس، والآخر يصرخ ويأخذ إعلام يعني بذيء جدا ويدخل علينا يعني بكل وقاحة بناها، يمس منظومتنا القيمية ويمس وقعنا يعني الاجتماعي وغيره، ويزيد يصنع الأحداث باش يستدرجنا المرحلة تصبح يعني المرحلة التآمرية اللي كنت نتحدث عليها، وإحنا في حالة صمت. على الأقل ثم خيرين تود يظهروا في الإعلام ويتجرؤوا ويعطيوا المعلومة، صحيح مش بطريقة أمنية، خاطر احنا ماناش جهة أمنية باش نعطيوا معلومة بالأسماء، لكن نحطوا السياقات ونحطوا البيست متاع نظر جديد حتى الناس على الأقل تفيق وتعرف ما عادش يعني احنا منها سهلين ونتخذوا بسهولة، ويمكن أن يمروا علينا ما شاءوا سواء من الغرب أو من المتآمنين في الداخل. أنا الأوان أن نثبت يعني أن لنا من العزم والحزم والإرادة والذكاء ما يكفي لأن نرد ونصد هذا العدوان على هذه الثورة، مدام السلطة نائمة ناعسة مستقيلة عن دورها والواجب. طيب سيدي، التآمر الآن موجه إلى صفوف الأمنيين وخاصة الحرس الوطني، علاش حسب رأيك؟ هذا تفصيل ومهم. الحرس معناها هو جهاز شبه عسكري، ابن علي قام بالانقلاب اعتمادا على الحرس، فلما يأس الجماعة من الجيش وتبين بالفعل جيش ذكي والجيش واعي بهذا الذي يحدث الآن بالتفصيل وبالتوقعات المختلفة والاستدراجات، وهذه حاجة مطمنة في البلاد، وأنا دعوت في برنامج منذ ليلتين تلفزي إلى أن الجيش يأخذ ملف هذا الإرهاب، يأخذه ويبحث في تفاصيله تحت قسم ويكون عهده مع الله عسى أن ينير ويتجاوز كل يعني الذين يصطادون يعني في الماء العكر كما يقال وينتظرون النتائج السهلة، ويمكن هنا أن ربما نجد تموقعات أو لنقول اندساسات في أجهزة الأمن، واضح أنها موجودة، هي تتآمر على الأمن من داخل الأمن، والأمن حاسين بهذا،
كثر من يعترضون في الطريق ويشعرون بأنهم يعني من جهة بغيظة مدسوسة فيهم أصلا تريد بل تسهل ربما استهداف الأمن حتى يصبح في حال الدفاع عن النفس في انتظار مرحلة سياسية. وهذا كان واضح واضح جدا في الوثيقة اللي حكوا عليها تسربت. الوثيقة صحيحة وتسريبها معناها تم لكن استنتجت كل غلطة. هي تدل على أن هناك تنبيه الاغتيال وأن هناك من عطله وليست السلطة أو الحزب الحاكم. بالعكس سزواري اللي كان مدير الأمن كان محسوب على النهضة قال عد الوثيقة واللي عطلها غيره. كي نقراه بالتفاصيل نحسوا ثم جهة أمنية قليلة وخبيثة ومندسة تحب الأمر يقع إذا كان ما تساهمش فيه فعليا على الأقل تسهله أو تغطيه يعني تخدم مع مال قذر أو ما إلى ذلك. أؤكد أنها قليلة ولكنها بغيثة وعلينا أن نضع الإصبع عليها حتى نخليه الأمنيين هذوما في وضعية انسجامية مع الناس فرحانين أنهم رجعوا لوضع طبيعي مع الناس يتحدثوا معاهم يسلم عليه يسلم عليه يتبادلوا سلام يعيش في وضع آمن ومطمئن في المجتمع. ثم البعض ما يحبوش يقول لك الرجل الأمن الصالح هو رجل الأمن الملوث أو الخائف يخوفه باش ينجم يخدم به الأجندة متاعه في حين هذه الوضعية. نرجو أكثر تفاصيل فيما يخص استهداف أعوان الحرس والأمنيين والأجندات اللي تنجم تكون تتسرب باش تخدم مصلحة هذا عن ذاك. حكينا على الأمنيين وتو باش نحكيو على الشارع التونسي. شارع التونسي سي محمد خلفي تقودوا العديد من الأحزاب يعني نشوفوا تو في مسيراتهم بعد شوية نشوفوا التحركات اللي قامت منذ يومين كيف تو نرصدوا أحداث منذ 23 أكتوبر 2011. لكن هذا الاستخدام بالنسبة للمواطنين التوانسة أو الأنصار الأحزاب كل حزب يواليه أنصار ومؤيدين نقاهم ينزلوا إلى الشارع إلى أي مدى ينجم يكون نزول الأفراد يضغط على وجود إرهاب أو على عدمه يعني كل ما نشوفه فما تحركات فما منادات برحيل أو بمؤازرة لطرف ما نلقاه فما أحداث إرهابية يعني التزامن هذا بين الشارع والإرهاب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشاهد الآن المشهد السياسي في تونس ومش في المرحلة الأخيرة فقط منذ انتخابات 23 أكتوبر إلى اليوم فما أحداث فما محطات تعدى بها الشعب التونسي وكان في كل محطة يكون فما إرهاب وللتواريخ هذه للمحطات التاريخية هذه معاني ودلالات وتغير في المشهد السياسي في تونس. مثلا نرجع لاغتيال المرحوم شكري بالعيد يوم 6 فيفري كان في اليوم 6 فيفري فما حدث سياسي بامتياز في تونس اللي هو تمرير قانون تحسين الثورة في المجلس التأسيسي. يقع اغتيال المرحوم شكري بالعيد ثم استثمار هذا الاغتيال سياسيا فيما بعد ثم ندخل في مرحلة اغتيال جنود في الشعبي وأحداث الشعبي وتفجيرات وألغام الشعبي ثم يعود قانون تحسين الثورة إلى السطح بامتياز في الشارع التونسي تكون فما تحركات مطالبة بتمرير هذا القانون. يعود هذا القانون إلى المجلس التأسيسي إلى لجان المجلس التأسيسي ويعد قانون للمناقشة والمناقشة اللي مناقشته فصل فصل والمصادقة عليه. في جويلية في تاريخ رمزي اللي هو 25 جويلية اللي هو عيد الجمهورية التونسية يقع اغتيال المرحوم محمد الإبراهيم ثم استثمار سياسي بطريقة واضحة للعيان استثمار الاغتيال لمكاسب سياسية. نلقاو منذ اغتيال شكري بالعيد من اللحظة الأولى رجال قانون ونعرف رجال قانون المفروض أنهم يتوخاوا الحكمة ويرجعوا للقوانين في اتهام الأشخاص بجرائم معينة يعني نذكر الناس كل أن الاتهامات توجهت مباشرة لأشخاص معينين بأسمائهم على أساس أنهم قتلت شكري بالعيد بأسماء ثم نفس التهم وجهت لنفس الأشخاص بطريقة أخرى بعد مقتل المرحوم محمد الإبراهيمي وبطريقة أكثر دراسة للأخطاء التي ارتكبت بعد اغتيال المرحوم شكري بالعيد. تشابه المشهد التونسي بالمشهد المصري السياسي. نلقاو وأنه الثورة التونسية كما كانت فما ثورة وأنصار للثورة طبعا هنالك المنهزمون هنالك من لا يستفيد من الثورة هنالك المتضرر من الثورة ويفقد مكاسب و
هذا المتضرر طبعا سوف يتصدى وبكل الأساليب والوسائل للثورة التونسية وبأساليب مختلفة. الثورة التونسية صدرت إلى عدة دول عربية منها الشقيقة مصر. الشقيقة مصر حركة تمرد تعلن اعتصام الرحيل، تؤسس حركة تمرد في تونس وتعلن اعتصام الرحيل، تؤسس جبهة لإنقاذ مصر، تؤسس في تونس جبهة لإنقاذ تونس. هذا التشابه محمد لسؤالي، معناته ما هي علاقة الإرهاب بالشارع أو بالحركة الاجتماعية؟ هذا السيناريو المصري شفناه ارتبط باغتيالات، ارتبط بقتل على العلن، هذا شفناه في معناته في 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 مصر، شفناه في الساحات المصرية. إلى أي مدى هذا يكون هذا ما سوف أصل إليه لهذا التحليل البرقي؟ إذن لا بد أن ندركه هذا اليوم، أن استثمار الشارع التونسي في صراع سياسي، وهذا الصراع تتخلله هذه الاغتيالات وهذا القتل الممنهج لأبناء هذا الوطن من أبناء الجيش أو الأمنيين. وكلنا نعرف أن المؤسسين هذوما، مؤسسة الأمن ومؤسسة الجيش، هي المؤسسة التي تملك السلاح في تونس، يعني هي المؤسسات القادرة على تنفيذ أجندات سياسية بقوة السلاح. كل نعرفه أنه هذا وارد أن يكون، ندفع الجيش، نضغط على الجيش، نقتل الجنود، ندفع بالجيش إلى إعلان الانقلاب، طبعا مشابهة لمصر. المؤسسة العسكرية، وكنا نعرف أن المؤسسة العسكرية خضعت إلى عملية قيصرية لتطهير الجيش من كان ينوي الانقلاب. اليوم المؤسسة الأمنية كما كان يحكي قونا رضا، المؤسسة الأمنية طبعا فيها أمنيين غير قابلين للانتقال الديمقراطي في تونس، غير مستفيدين من الثورة في تونس. إذن بعض الأمنيين، ونركز على كلمة رضا، وأنهم بعض وقلة في المؤسسة الأمنية، يتخذون موقفا معاديا للثورة ويبثون الدسائس. اليوم نترحموا على الجنود متاعنا، نترحموا على الأمنيين متاعنا، وننبه الشعب التونسي أنه ما يحدث من اغتيال الأمنيين وللجنود هو فعل سياسي بامتياز. وهذا الإرهاب، سؤال البرنامج طبعا يقول الإرهاب إلى أين؟ إلى أين؟ أنا أقول من أين أتى هذا الإرهاب؟ ولفائدة من هذا الإرهاب؟ كلما حدث إرهاب في تونس نجد من يستثمر هذا الإرهاب. إذن يمكن للمواطن التونسي أو للشعب التونسي أن يحلل، لأن الشعب التونسي بطبيعته ذكي، الشعب التونسي قادر، وأنه يفهم الأحداث والمجريات وهذه العمليات الإرهابية لفائدة من تكون. لهنا نجم نستنتج أنه فما يد بين السياسي والأمني، فما يد مشتركة لكي توصل سيناريو أو أجندة معينة. هذا السبب الذي دفعني إلى ذكر تاريخ 6 فيفري تاريخ سياسي، 25 جويلية تاريخ سياسي، وكذلك 15 أكتوبر عيد الجلاء تاريخ سياسي، و 23 أكتوبر تاريخ ثاني لانتخابات تونسية حرة ونزيهة بغض النظر عن من انتصر فيها أو من انهزم. إذن هذه التواريخ السياسية طبعا، وكأن الإرهاب في تونس مبرمج على هذه التواريخ ومعدل عليها، يقوم بعملياته الإرهابية الجبانة من أجل وضع سياسي لا أدري ما فائدته هذا الإرهاب منه. اليوم نعرف أن المنظمات الإرهابية في العالم كلما قامت بعمل إرهابي تعلن تبنيها لهذا العمليات، لهذه العمليات، وتعلن عن عمليات مستقبلية بالضبط، أو تتوعد بعمليات مستقبلية. إلا في تونس هذا الإرهاب لا يعلن عن من قام به أو عن من يتبناه. إذن هذا الإرهاب هو إرهاب محلي تونسي ينتج في تونس ويتبنى من الخارج التونسي، لأننا نعرف طبعا وأنه في خارج تونس هنالك من يستفيد من انقلابات في تونس أو أحداث فوضوية أو مشاكل سياسية أو حرب أهلية ربما تكون الفائدة فيها عظمى لبعض الأطراف. وهنا طبعا الشعب التونسي قادر، لأنه بذكائه قادر على أن يتفهم من هو المستفيد من هذه العمليات الإرهابية المسيسة. سي محمد خلفي قال من هو المستفيد. سيدة التونسي تقريبا، أو نجم نقوله غريب عليه عمليات العنف. التونسي مش في تقاليده أنه يكون عنيف أو يكون حاضر، أو حاضر في بداهته أنه يكون إنسان يعنف أو يقتل أو حتى يستبيح الدماء. علاش ولينا تو نشوفه أو نسمعه بأطراف تونسية موجودة اللي تقوم هي بعمليات الاغتيال؟ والله احنا الان بصدد تحليل متاخر، الاصل فيه انه يتم من اول ايام الثوره
هو أنه فما ثورة لابد لها من استراتيجية، استراتيجية حماية نفسها وفتح أفاقها وأن تضع يعني المظنات متاع المؤامرة اللي هي بمنطق السياسة وبمنطق الحرب وبمنطق الصراع الدولي موجودة وتتوقع منها، لكن هذا لم يقع، وإنما وقع منا نزلنا مباشرة إلى مستوى ضحل في السياسة من المناكفات والمشاحنات والخطاب المتعجرف إلى غير ذلك، وشهوة السلطة، شهوة السلطة اللي خلات كل شيء متاح وممكن. اليوم احنا نقولوا ثم ناس خسرت من هذه الثورات، خسرت خسرانا مبينا. إذن الطبيعي، طبائع الأشياء تقتضي أن يحاول استعادة مفتوك منه أو على الأقل إعادة التموقع. هذا غير منظور في الخطاب السياسي الرسمي، كأن هذه الجهات الآن آمنة مؤمنة، بمعنى عنا لخسروا السلطة وهم الحزب الحاكم السابق أين هم وما هي تموقع؟ تابوا زعم توبة نصوح بين عشية وضحاها، وهم القائلون في الأيام الأولى نحكمكم أو نقتلكم، نحكمكم أو الفوضى، نحكمكم أو نجوعكم، كان فما أين تصريح هم؟ ولا سيما أنهم لم يحاسبوا. نعم، إذن هذه مظنة أولى. صحيح أن بعض الظن إثم، لكن ربي ما قالش أن كل الظن إثم. بعض الظن هو منطلق لبحث، لنظر، لتحقيق، لاستنارة، وهو لازم في مثل هذه الجرائم. ثانيا، هناك أتباع القذافي، ليعلم الرأي العام أن تونس كان سيحدث فيها إرهابا لا نظير له أعده القذافي، وبدأ في إدخال مستلزماته لتونس قبيل الثورة، يعني قبيل الثورة بشوية. نعم، قبيل الثورة، والجيش على علم بذلك دخلت حتى كساوي متاع جيش، يعني الله أعلم كان يلبس على الجيش تحت العمليات، وحتى جهات يعني كانت في السلطة الترابلسية وغيرهم، وليلى بن علي قيل في الصحافة، وقع اتصال مع القذافي يعتبروه صديق الشخصي لهم، وكان هناك إعداد، ونعرف خطاب القذافي المرعب اللي قالوا على تونس وهذا الشعب المتخلف ولا غير ذلك، وقام ثورة. كان هناك بالفعل باش نعرفوا ماذا ربحنا احنا ساعة بثورة. لم يتم حتى في وزارة الداخلية بما يسمى تطهير وزارة الداخلية أو حتى في وزارة الدفاع التصريح أو الكشف أو الحديث عن مثل هذه السيناريوات. هذه توضع هذه إذا كان الإنسان باش يحمي بلد ويحمي مرحلة ويحمي أمة وما عندوش نظرة استراتيجية، والأسف نحن تغيب عنا الاستراتيجيات، وفي هذا الصراع المنهل العبثي الموجود الآن، عبث سياسي وعبث تشريعي، خلانا الآن نضيع من الأمور، وأعطات فرصة الآخرين باش ياخذوا ملذات آمنة ويعيدوا ترتيب الأمور. ثم إرادة، إذن إرادة السلطة أو إعادة افتكاك السلطة موجودة، تبحث عن وسائل. الإرهاب وسيلة منها سحرية، لأن الإرهاب عنده عنوان دولي، والإرهاب يعني بطبعه يستدعي في الطرف الآخر غير يستحب البقاء، لأنه فما موت ثم قتل إلى غير ذلك، فهذا يخدم منا باش هؤلاء باش يصنعوا وضعيه. وهذا اللي تم انتم تتهموا بصريح العباره النظام السابق في تورطه في عمليه الاغتيال او الهرب او حتى المستفيدون من النظام السابق والذين بالفعل وجدوا انفسهم في وضعيه جديده، يعني بلا استناد ولا بلا ولايه وتحت طائله امكانيه محاسبه او متابعه، بصفتهم الحزبية تجمع أو بصفتهم رجال أعمال أو بأي صفة، هم متموقعون الآن هذا التموقع، ولا سيما مصر أعطتهم فرصة يروها ذهبية في إمكانية انقلاب وإعادة لذلك احنا نشوفوا نكمل بالله في السياق هذا. عامين لولانين من الثورة، البلاد مسيبة، نمشي مئات الكيلومترات مثل ماشي بوليس في الطريق. كان يمكن لهؤلاء واللي هم موجودين ومنظمين وقاموا اللي نقصد بها أنصار الشريعة والجهاديين سلفيين جهاديين وعندهم سند في الجزائر، فرصة ذهبية للانقضاض عن البلد، هذا لم يتم. أكثر من هذا، قال خونا وقلت أنت التبني سيكون بعمل يتبناه بالعكس، هذاك المكسب في التبني وفي التحدي، لأنه يبين أنه قادر باش يقود وقادر باش يخترق إلى غير ذلك. اليوم في ليبيا اللي يقولوا من أنصار الشريعة يلوذوا بليبيا إلى غير ذلك، في ليبيا ما خذوش السلطة، ما قدروش عليها، ما قاموش بأعمال يعني حتى الافتكاك مناطق في ليبيا تصبح فيها سلطة ذاتية ولا حكم ذاتي. فتخويفنا بهالجو هذا متاع أنصار الشريعة، وهم يقولوا لا
آخر كلام أبو عياض قبل ما يقع إخراج المشهد السياسي لسبب أؤكد علاش خرج أبو عياض، لأنه رفض أن يسير في منهج أريد للبلاد وهو العنف وهو الفوضى إلى غير ذلك. حب يمشي في ثنية أخرى، ثنية معناها بتاع دعوة إلى غير ذلك، هذا الوجه ما يساعدهمش. هما منذ البداية سكتوا على أنصار الشريعة في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي عفوا باش يخدموا بهم في مرحلة، كيلقاوا المرحلة طلبوهم فلم يجدوهم عند اللحظة التاريخية اللي يحبوها وهي حالة فوضى وإرهاب، وخرجوا قالوا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا وما إلى ذلك ومدوا ديهم إلى ذلك. هذه نقطة بالنسبة للخصوم خطيرة جدا، نحن حاجتنا برهاب وهؤلاء يخذلوننا في ساعة احتجنا إليه. إذا كان لابد من استعمال الإرهاب بطرق أخرى، يخرج هؤلاء من الساحة، ما عادش تسمحهم لا في إعلام إلى غير ذلك، إرهاب، إرهاب هلامي، إرهاب يعني أشباح إلى غير ذلك، فيه توظيف سلفيين، نعم، مش ما نكونوش معناها الرأي العام يقول يعني فاش يتكلموا، نعم، سلفيون بأعيانهم بأشخاصهم بذواتهم موجودون، إما مغفلون أو مستعملون ومخترقون، هذا كيف كيف، عملاء، العميل أدرك أم لم يدركه عميل وهو خائن. ولذلك بعض السلفيين وقع اعتقالهم في عمليه قبلات، منهم شخص يعرفوه مشبوه جدا ومعاهم وفيهم، وقع اطلاق سراحه بعد ساعتين، والراي العام كله يسال السؤال وهو الذي عليه كذا قضيه وكذا مساءله. ما بين يعني ظاهره سلفيه مش الكل ظاهره ارهابيه يعني، فما نجم نقول ان يراد المخترقه انه اللي يحب يخدم يلوج على الوسائل كي يلقاها حاضره ما يصنعهاش. ثم موضوع ارهاب ما تروح في المنطقه، ثم موضوع قاعده سابق، ثم موضوع يعني هذا خدمه كبير يحينوا ويحركوا ويحط التوقعات نتاعو، زيد ابحث على وسيله اخرى حاشوا بالمال القذر. ثم جهات في الامن معناها قيل هذا، وحتى الامنيين الصادقين متحسن متوترين منه. تقرير الامني يمشي الرجل اعمال قبل ما يمشي الوزير الداخلي، معناها ما خلينا ما نتكلموش، هذه أمور موجودة في البلاد. وين الإعلام وإحنا في ثورة باش يخترق وباش يحطنا قدام سياقات جديدة؟ كان عندك أنا لست جهة أمنية كما قلت ولا قضائية، ولكن هذا متداول ومعروف، كما قال سي صافي السعيد البارح مثل ما قلته قبله بليلة نفس السياق تقريب، قالوا تي نعرف الناس بكل، وهذا هناك رجال أعمال ويشتغلون على هذا الموضوع وبوسائل قذرة وبأموال قذرة ويزي معناها من هذه، لكن مش مطلوب من سياسي زاد باش يسمي شخص بعينه أو أشخاص بعينهم. المهم نعطيه البيست، نعطيه البيست متاع بحث والرأي العام النوروه. هنا اتهام السلطة مباشر سياسي رذارة، السلطة متهمة متهمة يعني بصمتها بعدم وضع يدها مع الثوريين الصادقين الصحاح اللي مستعدين للجرأة والتضحية في المحاسبة ومتابعة، ومنها ما طرحوه بعض الثوار أو بعض الثوريين مسألة تحسين الثورة لغير ذلك، وإن كان عنده مفهوم انتخابي فقط، ولكن بالمفهوم العام والمحاسبة، لكن كل مرة تتحيد الملفات ونلاحظ بالعكس ثم توافق أو رغبة في توافق مع المتآمرين. والأسف الشديد أني قلت لو كان الحكومة هذه تتحل استجابة اختر وين، مش أسف على الحكومة، مش أسف على الحكومة. أنا أتبنى الإسلام وغير الحكم بالإسلام إما كفر أو ظلم أو فسق كما تقول الآية الكريمة، ولكن مش يعطي ثمن للإرهاب، معنى اللي مارس الإرهاب خلال ثمن سياسي في الأخر، يعني هو حاجته باش يحل الحكومة وحاجته باش يتموقع في سلطة ويأخذها بالتدرج دين يستولي عليها، نأكد لأنها باش يأخذ العتبة ومن بعد باش يأخذ الدار كاملة. ونقولها للنهضة إذا كانوا مش فاهمين السياسة خلينا نفهمهم شوية في السياق هذا. ولذلك هنا مطبة كبرى، جي إرهاب في البلاد نعرفوا بكله أنه غامض ومبهم، بل 80% من السندريات نتاعنا صحيحة فيه أنه ثم جهة متآمرة وفي الأخر تقول تفضل، إذا إرهابك مكافأ مجازة خذ سلطة. نتو نكملوا في تفاصيل حصتنا اليوم، تنجموا تفاعلوا معنا على الرقم 74-62-16-07، تنجموا توصلونا صوتكم في للنقاش الليلة. هات نمشيوا نتفرجوا بعضنا على ريبورتاج أو تقرير في أهم وأبرز الأحداث اللي صارت منذ 23 أكتوبر 2011، نتفرجوا فيه بعضنا بعد نرجو. في 20 أكتوبر 2011 تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفوز حركة النهضة 89 مقعد.
22 نوفمبر 2011 انتخاب رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي. 12 ديسمبر 2011 انتخاب منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية من قبل أعضاء المجلس التأسيسي. 14 ديسمبر 2011 رئيس الجمهورية يكلف حمادي جبالي بتشكيل الحكومة في أجل أقصاه 21 يوم. 22 ديسمبر 2011 تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حمادي جبالي. 20 جانفي 2012 المجلس التأسيسي يصادق بالإجماع على نظامه الداخلي. 1 فيفري 2012 جرح عنصرين من الجيش الوطني في حادث إطلاق نار بين مسلحين وقوات أمنية وعسكرية ببير علي بن خليفة. 9 أبريل 2012 مواجهات في عدد من شوارع العاصمة بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا لإحياء ذكرى عيد الشهداء. 23 أبريل 2012 اشتباكات بين إعلاميين من مؤسسة التلفزة الوطنية ومعتصمين أمام مقر المؤسسة منذ يوم 2012. 3 مايو 2012 صدور التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة إبان أحدث الثورة في الفلسطينية. 9/2012 المحكمة الابتدائية العسكرية دائمة بتونس تصدر أحكامها في أحداث جوان 2012 أحداث عنف وتخريب بعدة ولايات وفرض حظر التجول لمدة 4 أيام بثمانية ولايات من 9 ليلا حتى 5 صباحا. 16 جوان 2012 الباجي قايد السبسي يعلن عن تأسيس حزب حركة نداء تونس. 18 جوان 2012 الاتحاد العام التونسي للشغل يطلق مبادرة للحوار تجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني. 24 جوان 2012 تونس تسلم للحكومة الليبية البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي. 13 أوت 2012 ظهور الجبهة الشعبية يضم 12 حزب يساري ومن التيار القومي وعددا من الشخصيات السياسية المستقلة. 14 سبتمبر 2012 اقتحام مقر السفارة الأمريكية احتجاجا على الفيلم الأمريكي المسيء للرسول. 16 أكتوبر 2012 انعقاد أشغال مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة. 17 أكتوبر 2012 إضراب عام في قطاع الإعلام. 18 أكتوبر 2012 أعمال عنف أمام المقر الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين تسفر عن وفاة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحة والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض وإصابة 9 آخرين بجروح. 8 نوفمبر 2012 تكوين تحالف سياسي جديد تحت اسم حزب التحالف الديمقراطي. من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2012 إضراب عام بولاية سليانة على خلفية صدامات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين. 10 ديسمبر 2012 وفاة عون من الحرس الوطني بمعتمدية فريانة من ولاية القصري. 18 ديسمبر 2012 مداهمة أمنية في دوار هيشر من ولاية منوبة. 17 مايو 2013 وزارة الداخلية تقرر منع تنظيم ملتقى أنصار الشريعة بمدينة القيروان. 6 جوان 2013 وفاة عسكريين وجرح اثنين إثر تعرض سيارتهم لانفجار لغم على مسلك خارج محمية جبل الشعانبي. 14 جوان 2013 إصابة 3 عسكريين بجروح إثر تعرض سيارة عسكرية لانفجار لغم بجبل الشعانبي من ولاية القصرين. 25 جوان 2013 رئيس أركان الجيوش رشيد عمار يعلن قراره ترك الخدمة على رأس المؤسسة العسكرية. 25 جويلية 2013 اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي. 29 جويلية 2013 استشهاد 8 عسكريين في كمين وجرح 3 آخرين في انفجار لغم أرضي بمحمية الشعبي وعلي رئيس الجمهورية الحداد لمدة 3 أيام. 3 أكتوبر 2013 الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن انطلاق جلسة الحوار الوطني يوم 5 أكتوبر 2013 بقصر المؤتمرات بالعاصمة. 17 أكتوبر 2013 استشهد عوني الحرس الوطني وإصابة الثالث خلال مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة بمنطقة قبلات من ولاية بيجا. 23 أكتوبر 2013 استشهد 6 عوين حرس وطني بولاية سيدي بوزيد واستشهد عون حرس وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وتأجيل انطلاق الحوار الوطني. 25 أكتوبر 2013 رئيس الحكومة يجدد في رسالة خطية تعهده باستقالة حكومته وفق خارطة الطريق مع تلازم المسارات.
تقرير الزميلة بهيرة عوجي ومونتاج الزميلة انتصار مكور مجدوب. شكرا لي الزميلتين قسم الأخبار. كنت تشوف في أبرز الأحداث بالنسبة لي أحداث من منذ 23 أكتوبر 2011 إلى هذه اللحظة. سي محمد، العديد من الأحداث اللي تويترت فيها الأحداث اللي كانت غيرت مسار الديمقراطية والمسار السياسي في تونس وتتزامن مع المجتمع المدني، مع الشارع التونسي، مع وجود الشارع التونسي في كل هذه الأحداث، كيفاش ترى المرحلة اللي تعادت الكل إلى حين هذه اللحظة؟ أنا اللي لاحظته توا أنه التواريخ اللي خذيناها تواريخ من بعد 23 أكتوبر هي أبرز تواريخ. معناش لابد من العودة إذا تسمحين إلى تواريخ برقية كذلك قبل 23 أكتوبر. أذكر الشعب التونسي في أول إشارة إلى الإرهاب أعتبرها وهي تصريح محمد الغنوشي رئيس حكومة بن علي أو رئيس حكومة نظام بن علي المتخلي على رأسه فقط، والذي يقول أن الشعب التونسي انقسم اليوم إلى أقلية محرضة وأغلبية صامتة. نعتبر أن الدعوة هذه اللي أصدرها محمد الغنوشي والشعب كل يذكرها اليوم إلى فتنة واقتتال. نعتبر أن تصريحات من نوعية هذه هي تصريحات إرهابية بامتياز. ثم بعد حكومة الغنوشي أو أثناء حكومة الغنوشي قام اعتصام القصبة واحد والذي قتل فيه مجموعة من المناضلين الشهداء، نحسبهم عبد الله شهداء، في أثناء تولي فريعة وزارة الداخلية. الشعب التونسي ربما لابد من بعض استرجاع الذاكرة لنتذكر طبعا لأنه في وقت ما اتهامك بالإرهاب هذا بالضبط اللي أنا بمشي لك، أنه اعتصام القصبة الذي اعتمد ضده فريعة التدخل الأمني الشرس والفظيع، قرر شباب الثورة أو شباب القصبة العودة إلى القصبة ثانية ولكن من كل الجهات، والانتصاب في صفاقس وكذلك في العاصمة وفي عدة جهات. كان لاعتصامات القصبة مجموعة من الشباب كانوا يسمونها هيئة اعتصام القصبة. كنت في صفاقس المكلف بالحماية والنطق الرسمي باسم اعتصام القصبة في صفاقس واحد واثنين وثلاثة. في اعتصام القصبة ثلاثة كان في تونس في مجموعة من الجهات شباب الثورة معروفين بالأسماء ومعروفين في مناطقهم، وجهت لهم تهم الإرهاب. وسائل الإعلام معروفة، جرائد وراء وسائل الإعلام مكتوبة وسائل الإعلام مرئية ومسموعة، قامت بحملة شرسة جدا ضد هؤلاء الشباب، شباب القصبة. العناوين التي أتذكرها جيد، وأنه مثلا في صفاقس العنوان الأكبر والأبرز أن هيئة اعتصام القصبة تخطط لتفجير مدينة صفاقس. هذا العنوان أرعب المواطنين والمتساكنين. وطبعا نتذكر من أطلق العنوان هذا؟ طبعا وسائل الإعلام اللي لحد اليوم، لحد يوم الناس هذا، توجه الرأي العام وتوجه الشعب التونسي إلى معاداة ثورته أو حتى الخجل من قول ثورة في تونس قامت اليوم. وأنه نحس أن الإعلام التونسي يوجه في الرأي العام التونسي إلى عدم الاعتراف بهذه الثورة أو حتى تمرير رسائل يا حسرة على نظام بن علي. هذه الرسائل التي توجه الآن إلى الشعب التونسي. هذا العمل كان موجود من أثناء الثورة إلى ما بعد انتخابات 23 أكتوبر. وقلت اعتصام القصبة كانت هيئة الاعتصام المكونة من محامين ومثقفين وكذا، متهمة بالإرهاب ومتهمة بتفجير مدينة صفاقس. والكل في صفاقس يتذكر القضية الشهيرة وتحويلنا بطريقة غير قانونية، طريقة اختطاف في عهد حكومة الباجي قايد السبسي من صفاقس إلى تونس 6 أيام، لا 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 أثر قانوني لنقلنا من منطقة صفاقس إلى المرناقية، ولا أحد يعرف أين نقيمه. شكون هذا؟ هذا مسؤولية حكومة الباجي قايد السبسي طبعا، وكل من كان يتحدث عنهم سيريذا توا هم بقايا النظام السابق، أو أقول أزلام النظام السابق، أو المتورطون في جرائم من النظام السابق. شكون الأطراف الأمنية والسياسية اللي تتهمها في أنها تعطل في المسار أو أنها تحاول أنها تتغرق البلاد؟ طبعا كل من لا يستفيد من الثورة،
طبعا كل من يتضرر من يتضرر من الثورة هو طبعا المتورط في قضايا الإجرامية على أساس إجرام مدني أو إجرام سياسي أو إجرام مالي. يعني كل من يتورط هم متقلدون الآن للسلطة أم يحاولون تقلد السلطة؟ هم ما يعبر عنه اليوم بالدولة العميقة في تونس وفي مصر. وهذه الدولة العميقة لها امتداداتها في كل الإدارات وفي كل المؤسسات وفي كل التنظيمات كذلك. واليوم تدير هذه الشبكة التي تمثل الدولة العميقة لإدارة المرحلة القادمة وإيصال المجتمع أو الشعب التونسي إلى الانقلاب على نفسه وعلى ثورته كما فعل المصريون وخروجهم إلى ميدان التحرير ومساعدة الانقلابيين للانقضاض عليهم ثم عودة حكم. باش نرجع لك سي محمد، معنا على الهاتف سي محمد نجيب حسني نائب مستقل ومحامي. أهلا وسهلا بك سي محمد. ألو سي محمد تسمع فينا؟ سي محمد نجيب حسني أنت مباشرة على قناة القلم. طيب زملائي في البث يقولون أنه إن شاء الله نعاودوا نتصلوا به. قبل ما نكملوا في سياق الشارع وكل ما يتعلق بالحياة الأمنية والسياسية في تونس، حب نشير لسي رضا. تقريبا كنا في السابق أو هي في السابق منظومة بن علي هي منظومة أمنية بامتياز، كان قبل فما الحنكة والدهاء الأمني اللي هو موجود. وين مشاتك الدهاء الأمني؟ وين مشات هذيك الرقابة الأمنية؟ وين مشاو؟ سمحت سي يضايقونا أنه الهاتف رجع ما سيرش ما خليوش يستنى. سي محمد أهلا وسهلا بك. سي محمد أهلا وسهلا بك مباشرة على قناة القلم الفضائية. كنا نحكيو على تونس والإرهاب، إلى أين مسؤولية من هذا أو من يقف وراء جرائم الإرهاب؟ بما أنك نائب مستقل وبما أنك تنتمي إلى سلك المحامين، ما هو دور المستقلون الآن في فرض المسار الديمقراطي والذود عن كل ما يتعلق بالإرهاب في تونس؟ أنا دورنا في المجلس. دوركم في المجلس طبعا، وحتى تجاه الشعب التونسي. دور المستقلين زاد منذ منها مغادرة بعض الزملاء منها لقبة المجلس، حيث أصدرنا البيان اللي فيه منها 113، وأصدرنا بيان ثاني اللي فيه 88 نائب، وعبرنا عن تمسكنا بالمجلس الوطني التأسيسي كمؤسسة شرعية وأصلية ولا مجال لأي وصاية عليها من لجنة خبراء وغيرها، كما أكدنا على أن أي حكومة لا تتشكل ولا تسحب من الثقة إلا عبر المجلس الوطني التأسيسي. من بين منها الأشياء التي ذكرناها كذلك أن هيئة الانتخابات لا يمكن أن تشكل إلا داخل المجلس الوطني التأسيسي. هذه النقاط عموما التي منها وقع المصادقة عليها، وكان المستقلين هم من ساهموا في نشرها وفي التمسك بها، وهم المرابطون الآن بالمجلس الوطني التأسيسي إلى جانب كتل النهضة وكتلة المؤتمر وكتلة منها التكتل. طيب سي محمد نجيب، ماذا بعد كتابة رئيس الحكومة للالتزام اللي البعض يصنفوا أنها استقالة الحكومة والبعض الآخر يصنفوا أنه نقل أو التزام ضمان كتابي؟ الصوت متقطع. قلت لك كما استمع إلى سؤالك، قلت لك ماذا بعد الإمكانية من إعادته؟ ماذا بعد الضمان الكتابي اللي تقدم به رئيس الحكومة بالنسبة لي مواصلة الحوار الوطني؟ ماذا بعد هذا الضمان الكتابي؟ أعتقد أنه تم أمل كبير الآن في رجوع الزملاء ونستكمل المشوار، حيث أن المسودة الدستور جاهزة
ولم يبقى إلا بعض النقاط القليلة جدا في بعض التوافقات وذلالتها لجنة التوافقات. الدستور جاهز، التوافقات منها تم عموما في أغلبها بنسبة 80% قبل مغادرتهم، بالتالي نستكمل المشوار التأسيسي، نكون الهيئة العليا للانتخابات، نسلم القانون الانتخابي، ثم نسلم الأمانة إلى البرلمان الذي سيلي المجلس الوطني التأسيسي. شكرا لك سي محمد نجيب حسني، نائب مستقل ومحامي، كنت معنا مباشرة على قناة القلم الفضائية. نرجع لك سي رضا، كنت سألتك قلت لك أين ذهبت الخطة الأمنية لمقاومة الإرهاب، أين ذهبت تلك الخطة التي صنفت من أقوى الخطط الأمنية في العالم؟ الأمن بيد ديكتاتورية يعقد الأمور بالعكس ويأجلها ويعفنها. عنوان الاستقرار اللي خدم به بن علي منذ صرح به في أول وصول الحكم، قلت لثلة من أصحابي إنها الكارثة. عنوان الاستقرار، استقرار هو صفة بلا موصوف، من الذي سيستقر؟ هي صفة لا تمدح في ذاتها. استقرار من؟ فرعون على العرش شيء سيء، استقرار ظلم، استقرار الدوام. إذن فأريد بكلمة استقرار تقديم بعض المحاسن الظاهرية من استباب أمن وما إلى ذلك، حتى يتمكن هذا الحكم من أن يبسط نفوذه وفي مفاصل من الحياة مش حتى التفاصيل الدولة، ويأخذ المنافع اللي اتفقنا بها، فضايح عار وشنار على البلاد في تكره. إذن فالأداة الأمنية والأمن هنا وسيلة لفرض الاستقرار، يعني بون غري ما غري، يعني طوعا أو كرها، صحيح يجيب إيجابيات ولكنه في نفس الوقت يخنق الاحتقان والظلم والناس اللي ماتت تحت تعذيب والمغانم اللي حققها بعض الأمنيين على في هذه الأعمال بدعوى أن مقاومة الإرهاب ومقاومة كذا أصبحوا يعني مثلوا منها فياف معقل في البلد، عندهم مصالح، عندهم شركات، عم مدوا أيديهم في كل أمنيين، يعني أصبح يمثل دولة داخل الدولة. إذن هذا بكل هو المصايب اللي نلقاه فيها تو، هذا النفوذ، هذا العثة الفاسدة اللي تكونت هنا وهنا. إذن المسألة ما تخذش بالظاهر، نجم تجي قوة غاشمة سكت الناس بكل، لكن حليت المشكلة ولا أجلتها، غيرت العناوين فقط، هذه المسألة هنا. ولذلك كل ما تصور بن علي أنه قضى عليه هو اللي قضى على بن علي فيما بعد، وجد مكامن الثورة والغضب في الناس. إذن البلاد سي رضا كانت منذ هتقولوا 2008 يعني عبد السمان وقفصة كانت موجودة فهم الإرهاب، لكن يعني تم السيطرة عليها وما عادش شفنا معناتها تم إرهاب، إرهاب الدولة، إرهاب كما هكا، إرهاب الدولة. الناس كي خرجت منها في شارع حبيب بورقيبة العنوان الكبير متاعه اللي كان يلعلع وزارة الداخلية وزارة إرهابية، نقل مباشر، أقمار صناعية، سمعنا الناس بكل شاركوا فيها، الناس بكل، وهذه حقيقة على قلوب العباد عشوة. إذن القضية مش وجود أمن غاشم، هو وجود أمن يحقق الأمن والأمان، يكون في حالة انسجامية مع المجتمع ومع المنظومة القيمية متاعه. مش قلت مش باش يأس على لحظة بالله، مش باش يأس على مسجد فهمتي في صلاة صبح، مش باش يصبح معناها فهمتي أداة قذرة معناها في تجسس حتى الحياة الخاصة متاع الناس. راهو ما كله ممكن أن يفعل، ما تنجم تعمل بيس حتى في تحطه في قلب العبد، يمكن تعرف شنو نبضة القلب متاعه ولا شنو في دماغه، ممكن لكن ما يتعملش. يمكن تجس على كل دار تقنيا ممكن لكن ما يتعملش لأنه حرام. قضية إذن ليس في الأمن بالمفهوم المتهور المفتوح. نرجع لتو الموجود اللي احنا نعيشه فيه، نعيشه فيه تو، ثم إرهاب مرسته الناس اللي قفزوا للسلطة بعد الثورة كما بين خونا الباجي قايد السبسي، وقت اللي توا معنا يقدموا في أنفسهم حالة أمن وأمان للبلاد. نذكر وزم الرأي عام يكون عنده ذاكرة، واللي قدمتوه انتم سيادتكم توا في الكرونيك أذية باهي أنه يذكر الناس محبة ذلك، حتى قبل 23 أكتوبر مش عارفوا المحطات وقتها في القصبة اللي بدأت تحرك فيه شعارات رائعة، حتى الارتباط بالأجنبي لا لحشنا بويساية فرنسية ولا غربية ولا غيرها، قع قمحهم قمع رهيب جدا في المساجد، في المسجد في القصبة، ويتذكر خونا دماء سائلة في المحراب في أيام متاع ثورة على وليداتنا، يتهزوا بأسلوب بن علي للجيش، منهم صاحب الحقائق الخفية منصور شو اسمه المنصوري وقتها فهمتي، تهزوا وتعذبوا إلى غير ذلك، وقال لهم
لا ثورة ولا يحزنون.